Ça va, je vais C'est bien, alhamdoulillah. اللي بتضحك على طول هتغنوا حاجة شو أما العالم على ما تقول المتضايقة أنا على ما لأ تقول مهليش فينا في دول ماليش في الدمع لا لا العلا ولا بالناس الشيالة، كل كل اللي في في قلبه قلبه حاجة حاجة أول بأول يقول، وماليش في الدمع لا 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 ولا في الناس الشيالة. كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يقول وبحب الناس الرايقة اللي اللي بتضحك بتضحك على على طول طول أما العالم المتضايقة ضايقة أنا أنا لأ ماليش في دول قبلك قلبي كان شجرة بلا عصافير جني بلا ألوان فراشي ما فيها الطير وغيرت الزمان وبدلت بدلت البرد القلب الدفا. الدفا لو ما تجي أهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا غني مع كاظم وماريا ساعة. اليوم محضرين لكم مسابقة جديدة، وهي المسابقة بتقول إنه أنتم لازم تسألونا 50 سؤال ونحن لازم نجاوب على 50 سؤال، فنحن رح نبلش نشوف الأسئلة اللي أنتم سألتوها ورح نبلش نجاوب عليها. رح ناخذ بريك إعلامي لحظة شوي، نرجع لحتى نجهز الأسئلة. اوكي يلا. I have them all. أول سؤال، عندي فكرة ليش ما بتعمل لعبة الطلب يطلبوا أي شيء هيك؟ ما هيدا الكومنت ما فهمته. وين كنت انت هلا قبل شوي لما كنت عم تفتشي بالاسئله؟ بالبوست اللي بالبوست حطيناه على انستغرام. يمكن بالبوست تبع البريد كنت تبع هون. فين غادي تعيشوا؟ مني غادي تزوجوا؟ اوكي، اول سؤال هو وين رح تعيشوا بس تتجوزوا؟ وين رح نعيش بس نتجوز؟ مبدئيا عم نقول في المغرب، ولكن إذا جاتنا الخدمة في شي بلد آخر لن نتردد أن نسافر. ما عندناش مشكلة فين غادي نعيشوا، فين مكان غير هو نكونوا بجوج ونكونوا خدامين ونكونوا كنديروا شي حاجة زوينة في هذه الحياة، دونك سواء في المغرب ولا في شي بلاد أخرى. واش دابا كدوي مع رضوان؟ ميرسي، الله يخليك. ثاني سؤال، ثانك يو خديجة. ما فهمتش السؤال ديالك. زعما بنمر المشكل ديال الاغنيه؟ لا بون، جاوني بزاف ديال الاسئله على المشكل ديال الاغنيه. الاغنيه كان وقع فيها واحد المشكل تقني في الاشارات ديالي، و اللي كنت صورت وضروا انهم يمسحوهم باسكو وقع فيهم ان بروبليم وما يمكنهمش يخليو الصوت بلا صوره. دونك فوالا، دونك انا تفاجات من تحيدو، ولكن ملي شرح لي غدوان وشرحت لي لا برودكسيون تفهمت، وهاد الحاجه كتوقع لاي واحد واي فنان، وانا ما عنديش مشكل وخيرها في حاجه اخرى ان شاء الله. اوكي، فين ساكنين دابا؟ ساكنين في المغرب، في الرباط تحديدا. رجعت يا هاي في المغرب. في المغرب، في الرباط تحديدا. اوكي. Okay, what the most beautiful thing that you like about Maria, and Maria, what's the most beautiful thing that you like about Kazim? بلش انت، لانه انا يعني انت عندك اشياء كثير بحبها، بس ماريا امتين ما شيء بدك تفكر. ماريا امتين هتشيلي لي البلوك؟ مين هاي؟ اوكي، انا اللي ببلش. اوكي،
the most beautiful thing about him, seriously, 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 he's so funny. He's so funny. كتير 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 مهضوم, كتير كتير بيضحكني, مش معقول يعني. هيدا اكتر اكتر شخص بيضحكني بالحياة. شكرا. بس ما بعرف ما بعرف ما بعرف كون بالحياة طبعا الكاميرا بضحك كتير عن جد. اقول لكم واحد الحاجة, انا الحياة الطبيعية بتكون اجرأ الواحد فيها. رح اقول لكم شيء, انتم ما بتعرفوا كاظم منيح, لانه كاظم بس يكون قدام الكاميرا او بس يلتقي مثلا فانز او على التي في او شيء, مش بيستحي, بس هيك بيكون بوزي يعني رسمي اكثر على التي في. بس هو بطبيعته كثير بيضحك, كثير 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 بيضحك. اوكي, biggest fear of each of you. لا انت لازم تقول شيء عنه. اوكي, انا اكثر شيء بحبه ماريا هو قد هي شخص انساني الحياه. يعني هي انا اول 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 اكثر شيء بيقربني من الانسان لما بحسه هو انساني مع الناس التانية, مع الناس اللي بشوفهم بصادفهم, فهذا اكثر شيء بيجذبني للانسان. بشوفه شخص منيح وبحب الحيوانات وبحب هيك الاولاد الصغار, هذا اكثر شيء بيقربني منه. كانه لو ما كنت انا بعرفها شخصيا لماريا هيك كنت رح اشوفها على بعيد, بس من بعد ما عشت معه وشفت هي كيف, في بزاف بزاف الحوايج بيعجبوني فيك. مرسي. بس اكثر شيء مرسي خديجة. شو اكثر شيء؟ والله اكثر. اوكي, والله اكثر. ثانك يو. كل شيء اكيد. يس, احنا نعمل ديو توجذر. ليش ما عملتوا, ليش ما عملتوش لارث؟ حيت مثل ما عملناش غادي نعملوه ان شاء الله قريب. ماريا ضعفيتي, كان كلش مزيان. كيفاش حتى عرفتوا بعضياتكم؟ عرفنا بعضياتنا في برنامج الهوات اكس فاكتور, كوبل نقي وسامبل ما شاء الله عليكم ويخليكم بعضياتكم. شكرا بزاف. السؤال هو واش تجوجتو ولا تجوجتو اش ما درتوش الارس؟ اه تجوجنا والارس ان شاء الله قريبا. The wedding غيكونوا فيه غير friends او celebrities, غيكونوا متخلطين between friends and celebrities. انا بس لصدق عم بعملكم هيك مع كل المعلومات اللي هي عم تقول. واش غتستقروا مورا زواجكم رسميا لبنان او مروكو؟ بالمبدا مروكو مثل ما جاوبت في الاول. واش كدابزو بعد المرات؟ جاوب على السؤال, هضرت بزاف. كتير 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 متخانه. كدابزو بزاف ولا اتفه الاشياء بحال وليدات صغار؟ بس كون سيم بوكو. يعني شو يعني؟ لأنه منحب بعض كتير. اه ايه صح, لما بكون في حب زايد نجي يقول الحب زايد كتولي كتركز مع على بيرسون اللي قدامك بزاف ياك. ولكن ميزان دابزوم تيدير شي حاجه تضحكني زعما, ما تنقدرش نبقى ساكته ونبقى صافي. بحال دابا هي لا دابز مع دابا داز دقيقه دار شي حاجه كتضحك صافي, تنضحك ديك الساعه وتنمشي نقول شي حاجه صافي, ما تنبقاش شاده في قلبي. وهو كذلك, واخا ما تنضحكوش بزاف ولي تضحكني. Okay, who's your inspiration and what's your real goal in this life? Ah, okay. My inspiration for music,
بزاف بزاف كنسمع، حيت انا ما كنسمعش وان ستايل اوف ميوزيك، كنسمع بزاف ديال ستايلز. كنتصنت لكل شيء، و واي واحد ناجح في لو دومين ديالو او لا في في الجندر ديالو ذا ميوزيك تيجيني قدوه، سواء من مايكل جاكسون لريانا وبيونسي يعني، من او لا من بيبي كينغ ل يعني كاع دوك الناس اللي قدروا انهم يوصلوا ويكملوا ويديروا لنا موسيقى زوينه ويربحوا فلوس ويعرفوا يبيعوا راسهم ويعرفوا يعني بيرفكت من جميع النواحي. هذاك هو اللي تنشوفه قدوه انا، وتنشوفه انسبيريشن ونبغي ندير بحاله، يعني نبغي فريمون من كاع لي كوتي نكون بيرفكت. بالنسبه ل واتس ماي جول ان ذيس لايف، هو انني اول حاجه نكون تحتي مزيانه باسكو بلا صحه ما كاينه حتى شي حاجه. ثاني حاجه الناس اللي كنبغيهم بزاف يكونوا قرابين ليا، يكونوا معايا، باسكو اي واحد الا نجح بوحده وتيكون واحد ما تيحسش بداك النجاح الا الا كانوا معاه الناس اللي قراب ليه تيتقاسمهم معاه وتي لو سون فريمون. دونك فوالا، ونكون ان شاء الله كنتمنى نجاح في حياتي وفي لو دومين ديالي، ونوصل داكشي اللي بغيت للناس ويتقبلوه. و فوالا سيتو، راجل احسن منا. ميرسي، سا مي في بليزير. ثانك يو جايز، ميرسي. انا يكون زوين ديما نبغي يكون احسن مني في كل شيء بحال ولدي. شكون عزيز عليك، اماريا ماماك او لا كاديم؟ بون كل واحد في بلاصته، يمكنش نقول لك شكون عزيز عليا اكثر. ببرم وجه اليوم. لا، كل واحد في بلاصته. الام راه ما كتوضح حتى شي بلاصه، يعني الام راه كتبقى ام بوحدها بلاصه طبعا، والزوج او الحبيب اللي كتبغيه بزاف 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 حتى هو راه كياخذ واحد ياخذ تقريبا كيلو لارب من قلبك يعني. كيلو شو؟ كيلو لارب. شي يعني تبع القلب فيه كيلو، انت كتاخذ كيلو لارب يعني. انا باخذ كيلو الا ربع، خلي لك الربع. شو بتعملي فيه؟ نشوي نديرو كوتليت. فيديو يوتيوب سا سخا ميو اب لايف دغيا تمشي لا فيديو. غنخليها لكم لا فيديو، ما غاديش نمسحها. واو شو حلوين سنينات كاكا زيم قرر. شكرا، ميرسي. تزوجنا، عاودوا لنا شويه على حياتكم، امتى ناويين ديروا العرس، كيفاش تلاقيتوا العرس؟ كيف ما قلت لكم قريبا يعني بدات في شهر واحد، و امتى ناويين ديروا؟ لا، وكيفاش تلاقيتوا؟ تلاقينا في اكس فاكتور كما كتعرفوا. اوكي، هاي ماريا، شنو كنتوا دايرين في زيت شوت؟ كيف حالك؟ هاي ماريا، شنو كنتو دايرين في زيتود؟ كازم كان داير ماركتينغ وانا كنت دايره فرنش لو، ومن بعد درت فاشن ديزاين. tu utilises quoi comme écran de solaire؟ bon j'en ai deux، واحد ديال واحد لا مارك روس سميتها بيو اش 100% سميتو 100% ناتوريل، يعني ما فيهش كاع لي برودوي كيميك. هذاك عاد خديته، ولكن كنستعمل ديال بيافين حيت انا عندي لابو سنسيبل، دونك خصني ندير ان اكران سولير اللي يحمي لي لابو بزاف. كيفاش بغيتو بعضياتكم؟ اوف، هاد السؤال فيه، هذا السؤال اصلا ردينا عليه نحن بهال كونفرزيشن كذا مره يمكن. خير، ما بلشنا، بس في حدا سال هلا هون، سال امتين رح ابلش يوتيوب تشانل. يوتيوب تشانل
كتير قريبا، بس بعد ما عملنا الديت، بس عم نبلش نحضر السيناريوهات، السكريبت، عم نحضر سكريبت لشو بدنا نصور. فبس يجهزوا اول 30 سكريبت رح نبلش نصور ان شاء الله، ورح نصور كل شيء ومن بعدها بنصير ننزل. يعني مش حنصور وننزل، نصور وننزل، رح نصور كل شيء بوقت واحد لنكسب الوقت ونكسب كمان في معنا اكيد بيكون عم يشتغلوا وعم بصور كمان، ان عندهم وقتهم فلازم يكونوا معنا بنفس الوقت، ونعمل هذا كل شيء بوقت كتير سريع. غير هو التجهيزات ديال السكريبت وباش تجمعوا اون ايكيب كي بروفيسيونيل ومتمكنين باش يخدموا معاك وفاهمينك وفاهمين شنو باغي توصل للناس وفاهمين الكونسيبت ديال الخدمه اللي باغي دير، سي ان بو دور دونك داكشي باش سا نوز ابري اوتون دو طون. ولكن المهم ملي كتبدا الخدمه صافي كان ما كنحبسوش. ثانك يو سو ماتش، ميرسي. نغنيو شويه، نغنيو، نرجع نكفي الاسئله ونرجع نديرو بريك غنائي ونرجع نكمل. على فكره بيبص يجوا الشحادين يمرقوا قليل لما بدفع لشحاد، لانه صراحه ما بحب، مرات بدفع ما بعرف، مرات في حدا هن كلهم كذابين تقريبا، يعني 90% كذابين الشحادين سي سور. بس في واحد بيجي عن جد قد ما قوي كثير بالكذب وكثير شاطر بالكذب بيقنعني خلص، بياكل دماغي. يعني اليوم في طريقه جديده، يعني اجى واحد معه خبزه قال لي مرحبا، قال لي بس بدي اشتري وحده بيكون حتى بقلبه، بدي اشتري وحده يعني فروماج حتى بقلبه. جايب معه خبزه عم بروح عند كل العالم بيقول لهم بدي اجيب فروماج حتى بقلبه. جايب معه واحد على الخبزه بروح عند كل الناس بيقول لهم بدي درهم بس جيب فروماج حط افتح لك الخبزه، بفرجي الخبزه انه عرفت انه هو جاهز. الخبز بتكون له افك بدي اشتري وحده بدي اشتري فروماج. انا لقيتني عم بطلع فيه، لقيتني عم بطلع فيه، لقيته راح عند ناس غيري وقال لهم كمان نفس الشيء كرمال هيك عرفوا. وفين فينج؟ لما كنا عم ناكل هلا. تكنيك ديال المخبتين، حطي نتفليكس هذول ما كرهتش. بوم 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 بوم. صار لونه احمر من اليوتيوب. اوكي، خالد قربي عم يحضرنا. هاي خالد، كيفك حبيبي؟ وينه؟ ما شفتيه؟ نو وين؟ هذا الفيس اللي بعتوه قبل شوي. لا ماريا، لا جي با شانجي ما فورم دو سورسيل، سي توجور لا ميم. انا انتبهت لهذا الشيء، كازم ملي كنبدلها تيعرف. أمير خلونا نحط الأسئلة هون. أوكي أوكي، اسألوا هونيك، اسألوا هونيك. أوكي guys you can ask us whatever you want, we'll answer. أنا actually رديت على الكومنتات اللي هون بعتي منهم شوي، سو اسألونا انتو، بركي انتو ما قدرتوا تكتبوا الكومنتس على انستغرام. اذا حدا عنده سؤال تفضلوا، انا بحط ميوزك بوقتها. شنو كديروا باش تدوزوا الوقت؟ من نحضر دوكيومنتريز او من نروح نركض انا وماريا، يعني هذا بوقت الفراغ اذا ما كان عندنا شيء. هو يستحسن انه الواحد يخلق دايما اشياء منيحه بوقت الفراغ، يعني كمان تنفعه. بس في مرات انا شخص كمان كثير بيقعد كثير بفكر كثير. وحياة شفاف ماريا. حتى نشوف شو بعثولنا بالكادو، كادو بوكس. شكرا. Thank you. ماريا في سؤال هون، لحظة شوي، دقيقة لقيت، لما طلعت زلت كتير.
لا واش عمرك كليتي قتله في المدرسه أوه. بلا كذوب؟ من عند انا ما عمرك كليت لاصه من عند البنات ولا من عند الاستاذه، كانت كتضربنا ديك الضربه ديالها ولكن في الابتدائي، ديك ديال الطق طق طق في البريفي عفاكم. ماشي حتى في الحكومه نقولوا راه تنخلصوا، لا حتى انا ما كنت حكومي، انا كنت خاص. كانوا كيضربوا في اليدين شو اصاحبي. يضربوا لي الدين؟ انا كنت مشاغب كتير اصلا انا صغير. انا لا انا كنت كتير اعمل، كنت اعمل قصص كتير بتضحك بالمدرسة صراحة، بس ما بنصح حدا يعملها يعني. انا كنت كنعقل على اسره المات ديال بيت السادس، كان داك البيكار، عرفتوا داك البيكار الخشب اللي فيه ديك الشوكه اللي ترسموا بها في السبوره ديال الطباشير كبير عرفتي، وكنت واحد النهار ما كاتباش ولا مصاوباش لي دوفون، انا اصلا كنكره المات. و قالت لي نديم عاوني، قلت لها ما صايبتهمش، قالت لي جاي عندي للبيرو. عرفتوا الدقه اللي كليت بداك البيكار؟ مشيت للطبله، مشيت لديك الحديده ديال الطبله وكدير يدي بحال هكا باش تبرد. عرفتي شحال كليتها؟ ما عمرني نساها في حياتي، عرفتو بحال الضو وحق الله. عمرك كليتي فلاقة في نفس السؤال كازيم، غني شي لما الحمزان. اوكي واش كملتو 50 سؤال؟ مازال ما كملناش، كنتسناو نكملوهم بالاسئلة ديالكم. يلا سولونا، مازال نفس السؤال هذا بيتعاد. يي ايه، لانه كنت عم تغني وكنت انا عمرك تارك الكومنتس فوق، فما كنا عم نشوف شو عم يصير في الكومنتس ونفكر انه نحن ما عم نشوفهم. ولا هني اوكي مارو ركزو وكازكوزا، حدا فيكم جرب يكون أمين الفصل؟ ما عرفش اسمه ايه بالمغربي بس تمام. كيفاش أمين الفصل؟ شو عاملين الفصل؟ ما فهمتش. How do you feel and you have someone that loves you so much في حياتي؟ yeah. How do you feel? How do I feel? I feel so grateful و محظوظة جدا جدا جدا، حيت عندي ناس بحالك احمد، وخصوصا انت اللي كتساندوني بزاف وكتبغوني بزاف من قلبكم. سا مي في فريمون بليزير، وانا كنبادلكم بالمثل وزعما لدرجة اني فيما كنتلقاك راك عارفني، فيما كنتلقاك كنعنق وكنبوسك ونقول لك توحشتك وهذا وهذا، يعني فريمون كنحس بكم خوتي بزاف. Someone want to join you. Who want to join us? يعني المستوى عن المسؤول عن الطلاب أو أي حاجة لي علاقة بالكلاس. يعني مسؤول عن الطلاب في القسم. أنا ما عمري كنت مسؤولة عن الطلاب في القسم، ولكن كنت كنحلم. كانوا اللي بيكونوا كتير شاطرين بالصف، اللي متفوقين بالصف، هن اللي كانوا دايما مثلا بيشوفونا، كانت المعلمة تبعتهم بيشوفونا الأجندة، هن اللي بتوثق فيهم المعلمة ان هن اوكي كتير شاطرين، فده هن بيروحوا بيشوفوا لنا الاجنده، هن بيروحوا. حس حالي انا انه تلميذ رقم 2. انا كنت بحلم تاخذني المعلمه، بس ما بحياتها ما اخذتني، لانه دائما الثانيه كانت في واحده احسن مني بالكلاس. تلميذ عالم ثالث. كيف كون شباب كازوم say something to your fans؟ راحت كازي، موقف مضحك صار لك مع الفانز؟ موقف مضحك صار لي مع الفانز. يب. اول شيء انا اكتر طاقه يمكن اخذتها بحياتي، واكتر انرجي قدرت اوصلها بحياتي، هي عن جد اخذتها منكم، من محبتكم الي، من الثقه اللي اعطيتوني اياها. انا ما كنت شخص كتير بيوثق بحاله، وبعدني مع الثقه، يعني بتعلم، بشوف غيري، براقب غيري، بتعلم من ناس شافت قبلي ومرقت بنفس الظروف اللي انا هلا عم بمرق فيها. فانتوا اكتر حدا قوي لهذا الشيء، ومع الوقت كمان عم يقوى ويقوى هذا الشيء عندي. انا يعني انا وصغير ما كان كتير عندي ثقة بنفسي مثل الثقة اللي هلا صارت موجودة عندي، فهذا الشيء كتير كتير بفرحني وكتير بكبر لي قلبي، وهي محبتكم عن جد. ما بدي يكون حدا عم بيقول انه بحبكم كتير وما بعرف، هاي الطريقة اللي انه
كتير ببين لي صراحة هبلة انه بحبكوني كتير حبيباتي ما بعرف شو. لا عن جد في سبب للواحد ليش عن جد بحب، مش انه بس اي كلام، مش عم بحكي اي كلام عن جد. موقف مضحك صار مع الفانس، بصير في مواقف كتير مضحكة، بس لا اتذكر شي واحد هلا. انا بتعرفوا شغلة عقلي ما كتير بس بدي افكر بشغلة بالوقت اللي انا زيرو كتار براسي وما بركز. انا مواقف بتضحك مع الفانز، يس انا كمان ما بيصير معي كتير قصص بتضحك، بس انه بيضحك مثلا لا مرات انه يا يس بدبي احمد قال لك the girls who was crying in Shada FM هذا مش مضحك، محرج محرج. ايه هيدا محرج، الشيء ايه تحرجت انت يا ايه اكيد مضحك. مرة مرة وحدة، مرة كنت أنا وعادل بدبي بالمول كنا ماشيين، فجأة بنسمع ذا فايف ذا فايف ذا فايف، بنلاقي شي بنتين راكدين، هني وراكدين في مرة كبيرة مع فاليز جرتها بإيدها وماشي، شنطة سفر جرتها بإيدها وماشية، هني وراكدين فاتت بالفاليز، ضلوا واقعين على وجههم اثنيناتهم قدام وجهنا أنا وعادل. أنا وعادل صرنا بدنا نساعدهم وبدنا نضحك بنفس الوقت، بس قال انا حبيبي نركو كنت عادل يعمل لهم هيك، قال لبس كل شيء بخير حبيبي بده يضحك مش عارف كيف. وانا كمان نفس الشيء. قول تاني كده مين تقصد ان انا حبنا عشقنا بس مواقف المحرجة اكتر كتير تتكلم عننا يا نفسي هواك. ايه كل يوم موقف محرج تقريبا. كل في يوم. في ناس بتجي عن جد بتحكي معنا بطريقة يعني ما مثلا مش انت كاظم؟ اوكي كيفك منيح؟ فكرتك اصغر من هيك، باي. انا بحدا غادي نعاودها لكم. هذه فريمون منين الانسان اللي سمعها بقى دايره بحال هكا، درت فيه هو بحال هكا. توش الوغ وحده كنت خارجه انا وكاظم، وكانت واحد البنت هكا تصدحات معايا قالت لي ماريا ياك بحال هكا، قالت لي ماريا ياك، قلت لها انا دغيا تنضحك تنقول زعما لاباس كي دايرين بخير، انا كنهبط بزاف فهمتي بخير. قالت لي كتبني كبيره في التلفازه، انت صغيره كتبني كبيره في التلفازه، انت غير قصيره. درت لي شو بينا عمل الله يعني ما قالت لي حتى شي حاجه، لا كي دايره لا لاباس عليك. ايماجين موقفاني في الزنقه باش تعطيني اون كريتيك كي بور ال بليسانت، ودارت لي وانا بقيت واقفه ما عرفتش ما نقول ليها، و بغيت نقلبها ضح، قلت با لا بين صافي، بقات كتشوف فيا كنشوف فيها شو انا نزيد. طيحت اموالي اخر مره، طيحت اموالي بكازابلانكا، طيحت وراي انا بس كازم اخر مره طيح فلوسه في كازا، طيح 40 يورو يمكن ياي ولا 50 يورو ما شاء طيحتي. تقريبا هيك شي 500 درهم كمشتون هيك عم رجعهم بجيبتي لحهم في الخوا. طلع ما عندي جيبة مدري وين حطيتهم، طلع ما عندي جيبة كبيتيهم في الأرض نري ما تفكرنيش. عم ماشي الحال، الله كريم. كازي من هي الله ما بعرف كازي ماما عارف واش مازال اكتيف داك الكون ويلي حبيبه احمد ميرسي بوكو. بعرف حبيباتي عم بيكون عندكم الوقت انتم مؤخر دائما بالنسبه للمغرب، بس اكبر عدد فيوز عم يجي على على الابلكيشن هو من المغرب، فاضطرينا نعمله حسب توقيت المغرب. سوري. اوكي قال لك شو اكثر شيء بتتفاهموا فيه وشو اكثر شيء بتختلفوا عليه؟ هي فينا نتفاهم مرات وفينا ما نتفاهم، بس هي حسب الطريقه
طريقة التفاهم. هي الدنيا كلها طريقة بصراحة. في طريقة إذا بتطلبي فيها الشغلة اللي بدك إياها بتقدر تحصل عليها، في طريقة تانية إذا طلبت فيها نفس الشغلة ما بتقدر تحصل عليها. في أنا مثلا بكون عم بحكي معه بموضوع أنا وعصبي أو أنا ومنرفز، ما رح يعجبها هي، رح تعمل بلوك على أي شيء بدي أقوله، كل شيء رح تاخده نيجاتيف مني ورح رح ما رح تقبل. تفقع. يعني أنا مرات مثلا بقول لها ماريا بليز أنت وجاي جيبي لي معك، لا 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 لا، عم ترجع بتجاوب سو بنسى شو بدي برجع يعني، بس بنسى شيء بقول لها طب فيكي ترجعي تفوتي تجيبي لي إياها، تجيبي لي شيء نسيت أقول لك عنه. فهي بتطلع هيك بتقول لي قوم انت قوم انت قوم انت جيبه خلص، انا مش بدي ضل رايحه وجايه. برجع بقول لها بشرفك طيب بحياة ربك طيب طيب اوكي انا نايم. عم بتروح هي، عرفت كيف؟ في طريقه. صلتي ياك اللي كدير راسك غادي تنوض ما كتكونش غتنوض غير تمتين. والله يا وليدي لا عاود تنطلق. اعترفتي بوحدك، الاعتراف فضيلة. كم لغة بتاع؟ أنا مرات بشك إنه راكبة هندي من أمريكا اللاتينية. ليه؟ قلت هندي أنا؟ قلت ليه؟ جنة سوري. ليه؟ لأنك بتحكيش 7 لغات. مش 7. أنت هلا كنت عم تحكي لبناني ورجعتي قلتي لي أنا حصنتك. خافوا خافوا اللبنانيين. وإسباني كمان يا رؤى. إسباني هندي من أمريكا. أي هي هذيك؟ إيه ما هنود كانوا بأمريكا. إيه ولا دوك مسوك الأصليين. ايه اكيد لو ما بنتشابه بالمايندز ما كنا كان تشابهه بزاف في العقل بزاف بزاف. انا لا ميم مونتاليتي ما مسوقينش. ما كان تهتموش للناس، ما كنتش يقول هذا ولا شي يقول هذا. تيمنا انا وياه فرحانين ناشطين، عائلتنا فرحانين، سي تو سكي كونت صافي. اما ضاحكين بزاف، واخدين الدنيا من لو كوتي بوزيتيف. ما كان اوكي غتعرضوا على ذا فايف العرس، وبالاخص احمد غادي نعرضوا على ذا فايف العرس. مرحبا بهم كاملين. كاظم اي فنانة او فنان نفسك تعمل معه ديو؟ على حسب، لانه كل غنية يعني اذا كان عندي تركب على غنية حدا بتركب على فنان معين. في يكون فنان ابدا مش معروف اعمل معه ديو، يعني ما ضروري يكون كتير مشهور ويطلع بروجي كتير كتير ناجح. بس انا بحب صراحة اغني مع فنانة لبنانية، بحب اغني مع اليسا كتير، بحب اعمل غنية معه. او ما هو الكفوري ايه اكيد ما بس ما هولي عنا نحن ديو بالعالم العربي شوي، مش بالعالم العربي سوري بلبنان، ديو شاب شاب قليل ما كتير بيعمل شاب مع شاب عم بيغنوا. عرفتوا بلا زبطت مع مين؟ رامي عياش و ابو تميس وهدك احمد عدوية حالي بيبو. ما عم بحكيكي فنانين اثنين، مش ابو يسرى او هيدا يعني، ما حالي بتصير حالي القصة. عرفتي؟ شو؟ لما نتخانق مين بيجي بيتصالح؟ بس نروق، دايما عاطي وقت لتروقي. يعني اذا كنتوا معصبين مثلا وجيتوا لتخانقوا مع حبيبكم، حاولي انت ومعصبي ما تحكي، لانه بس تحكي رح تطلع منك شيء كتير كتير بشع بالوقت اللي انت بتكوني معصبي فيه.
فبس تروقي دغري بترجع بتقولي انه انا شو قلت وليش حكيت هيك وهيدا ما هيني على قصة رواق. إذا بتقدر تسمع الأغنية واحدة من لدى فايف الباقي حياتك، أي أغنية بتختار؟ نكبر سوا. Would you like the مجربتش بس right thing كازم حسني أنا نور ونهاية كنا تنوينة وفن فن الفوندوم. كلكم هلا بنفس الصف ايه؟ رفقة كلهم بتعرفوا شو بتدرسوا وهيدا تسألوا عن بعضكم عن دروس. انتو كيفكم بالمدرسة؟ نص على نص ولا مقلعين؟ ماريا كي جاك البورتخي اللي صيفطت لك زوين زوين بزاف، ولكن واش جابتو ليك البنت؟ اه برافو برافو حبيبي برافو، خبرية حلوة. هن البنات بيدرسوا الصراحة عني وصغار بيكونوا دايما البنات بيدرسوا. احنا انا وصغير كنت يعني مش ما في خبركم والله واحد سادلي سامحش سامحش دابا نعيط لك احمد افون كو جو فواياج. سامحش انا ندخل نشوف نسالي لايف وندخل نشوف صدقت ما صدقت مش هم راح الوقت قلبك إلك خليه قلبي بإيديك حرق ترارا صدق ما صدق مش هم راح الوقت قلبك إلك خليك قلبي بإيديك حرق وموجوع مش موجوع مش همي تبكي دموع درب البعد تمشي من اليوم ما في رجوع وما في إلك بكرة ولا صورة للذكرى وبالقلب ولا دقة وبالبال ولا فكرة وما في إلك بكرة ولا صورة للذكرى وبالقلب ولا دقة وبالبال ولا فكرة عمري اتسرق مني سرقة والباقي بيعوم تيرارم 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 ديريك وقلبي بإيديك حرام. نغني لكم غنية أنا وماريا كتير حلوة هلا كتير عرفت شو بدك شو بدي هون بس شو شينا ولو عمول أنا وماريا لأنه شفتها بالتي في شفتها بالهيدا لا غلاو منفوخ بس منفوخة ما بشي كتير؟ نقول لماما وي منفوخة بس كلها أنت كلها كلها منفوخة بركي شوية التهابات خدي هذا الانتيبيوتيك أنا اللي غرن لا ماشي أنت التهابات جوا كان الليزر؟ لا الليزر ما دقرتني هو بس هلا طيب تخلص من الغنية بدي حبك أكتر بدي أعطى عيونك رح نبقى دايما لبعض لا
لولا بكرة تركنا بعض، لولا بكرة تركنا بعض. يا أكبر غلطة، يا أكبر غلطة. لو حبنا غلطة، فكرت عم تقولي صوتك من صوت وديع مراد اللي كنا عم نغني له قبل شوي، طلع عم تقول صوتكم دوا للمراد. انا جايز عن جد المنطقة كتير بتوجعني وملتهبة وما فيك تغني كتير اصلا. ما بعرف شو عن جد منفوخة بطريقة. شو بك ليه بتربت هيك؟ ما بدها علاقة. ليك كيف منفوخة؟ مش منفوخة، انا ماني شايفة منفوخة. بلا المحل كله حسسته منفوخ بالنسبة لهون، بس ما ببين من برا. بيكون ما ببين، ما ببين. تعال هلا بيصح. من الدرس يمكن وقيل عم تقول لك. نو ابدا ما عم يوجعني ابدا. بلا ملتهب. وعندك درس يكون ملتهب هيدا مش عم. نفس المطرح. هيدا ملتهب. برافو عليك. برافو 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 برافو. مين قالها؟ خديجة. خديجة برافو لك حبيبتي. خديجة برافو. عندي الحيمة ملتهبة هنا شوية، عندي نهار تاسم شي للدونتيست. المهم نمشي ناخد الانتيبيوتيك ونرتاح شي شوية ونضربوا لكم موعد أحد شي الجمعة. لا الجمعة رح نكون جمعة الجاي. عافاكم نتوما بالاخص الناس اللي كنحماقوا عليكم وتنبغوكم تكونوا ديما متابعينا وديما كاينين في اللايف ديالنا. ما بغيناكم تفلتوا حتى شي لايف. السيمانه الجايه في بلاص ما نديروا الحد نديروا الجمعه، يعني غنسبقوه بيومين حيت حادي نسافر نهار الحد تكون عندنا الطياره، دونك ما غاديش نقدروا نديروا اللايف. دونك غنديروه الجمعه مع 9 ديال الليل. صافي الجمعه مع 9 ديال الليل. عندك وتنساو انا نعاود نحط لكم بوبليكاسيون في انستغرام باش نعاود نفكركم ان شاء الله. انا حطها نهار الخميس. سامارش كان بغيكم وترحم عليكم. ثانك يو على كل هذا الحب.